لما انت مثلا تتزنق في مشوار ومش لازم تاخد معاك العربية، فتضطر ان انت تسيبها في مكان امين والحد امين. للأسف المكان ممكن يكون امين لكن الحد ده ما يبقاش امين. يجي له واحد صاحبي يقول له بس هاخد العربية 10 دقايق اوصل اختي مشوار واجي، فيديها له. انت ازاي كده بتتصرف في عربية مش عربيتك؟ ده معقولة؟ بيجي بقى صاحب العربية بيتشال وبيتهبد ما بيلاقيش العربية، بس بعد شوية الحقيقة بيلاقي العربية. مش عايزة اقول لكم لقاها ازاي، تعالوا نشوف مع بعض في آخر شقة. بعد اذنك انت هتسيب لي المفتاح بس علشان ده جراج بتاع سكان، فلو حد جه عاوز يركن في مكانه اطلعها انا. ما تقلقش يا باشا، انا اغيب نص ساعه بس اجيب طلب وهي. نص ساعه بس؟ نص ساعه. ماشي يا باشا اتفضل مفتاحك بقى. هي مسافه بس نص ساعه وهاجي على طول. ماشي يا باشا، هتيجي تلاقيها عروسه الصلاه على النبي. اهو ده المفتاح معاك اهو، تمامكم هنا بعد نص ساعه. الراجل جاي كمان نص ساعه. خلاص ها ماشي، تاخري لو في حاجه 200 خلاص. بسرعه. ماشي ماشي بسرعه. ماشي. يا محمود فين العربيه يا معلمه؟ ايه يا باشا منور يا باشا. بص منور. اصل انا هقول لك يا باشا ايه اللي حصل. ده كان في حته تانية؟ لا يا باشا، انا حبيت ان انت تعمل خير. في واحد دخل عليا معاه امه غلبانه وعيانه عاوز يوديها المستشفى، فقال لي لا مؤاخذه هياخد العربيه بس قيمه 10 دقايق ويرجع. هما زمانهم جايين يا باشا. عربيه مين؟ العربيه بتاعتك يا باشا. عربيه انا؟ ايوه يا باشا، ما هي كانت واقفه صف ثاني فقلت هي. بيت امك بتصرفي في العربيه عربيتك؟ يا باشا انا ما صرفتش فيها، هما انا قلت يعني تعمل خير معايا يا باشا. خير ايه؟ يخرب بيت امه، ايه مال انا؟ يا باشا هما زمانهم جايين دلوقتي. زمانهم جايين؟ انا عايز العربيه. يا باشا ما هي العربيه جايه دلوقتي. فين العربيه اللي جايه دلوقتي؟ يا محمود يا واد يا كريم. محمود مين؟ الله يخرب بيت محمود على مش محمود. فين العربيه يا باشا؟ هما جايين يا باشا، ده عمل خير يا باشا، عمل انسان. الله يخرب بيتك. العربيه فين؟ عربيتي يا باشا اصبر بس. عربيتي يا باشا هما جايين دلوقتي يا باشا. اهو اهو الحمد لله. الواد كريم نهار اسود ومنيل. في ايه يا واد يا كريم؟ ايه اللي اخركم؟ فين محمود؟ يا معلمه إيه؟ عربيه بنت جايه راكبه عربيه وداخله عليا، جيت عشان افاديها رحت لزقت في شجره. الموتور طار بالنص الاولاني، شكلها ولع نار العربيه. العربيه ولعت. محمود فين؟ محمود مين الله يخرب عربيه مين اللي بيتكلم عليه؟ عربيه مين اللي بيتكلم عليه؟ معهوش رخص خالص يا معلمه، رحت الحكومه قفشته ودخلته الحجز. الواد اللي حلت اتاخد يا العربيه فين؟ الله يخرب بيت محمود. حلتك ايه؟ لازم تقول الكلام ده قدامه. العربيه فين؟ هي عربيتي. صاحب العربيه بيتك. العربيه فين حضرتك؟ صاحب العربيه. ايوه انا صاحب العربيه. العربيه فين؟ انت بس يا باشا. يا باشا ربنا يعوض عليك بعربيه. يعوض عليا ايه؟ بقول لك يا باشا انا ماليش دعوه. انا ماليش دعوه يا باشا. يا باشا ربنا يخليك. اتفضل يا باشا اتفضل. ربنا يخليك. نصايه كده؟ طب معلش بس انت جراش خاص بتاع السكان هنا عشان لو حد جه اقدر اركنها له هنا. سيب لي بس المفاتيح. ربنا يسعدك. مفيش مشكله. ربنا يخليك يا باشا، هترجع تلاقي زي الفل يا نجم. الله يبارك. ان شاء الله. لا العفو يا باشا العفو. على مهلك يا باشا. على مهلك. على مهلك. خد عودي. فتي عين انت وكريمك تتاخروش. ها ماشي. الزبون هيغيب نص ساعه. نص ساعه بس؟ الله خلص ده هو. انت تديني ايه؟ 100 جنيه عاميه. حاول بس تتاخروا شويه. اه ماشي يلا بس ما تتاخروش. يلا يلا بسرعه. هلا السلام عليكم يا حاج. يا حاج ها يلا استاذنك بس عربيتي. عربيتي لا سبتها. عربيتي فين؟ انت حضرتك جبت لي عربيه؟ لسه انا سايبها لك. لسه بقول لك هطلع نص ساعه ونازل لك. فين العربيه؟ صح صح صح. مش العربيه الحمراء؟ بالظبط كده. انا عايز عربيتي اللي انت ما قلت لها هغيب نص ساعه. الله ينور عليك. بالظبط كده اللي قلت لك هغيب نص ساعه وانزل. عربيتي فين؟ وانا قلت لك ان ده جراش عمومي وكده وسيب المفاتيح. هو مش بعيد معاك الكلام. عربيتي فين؟ معدتك بس. انت مش بتعمل خير.
الحمد لله بعمل خير. طب حضرتك بس ان في واحد بس واحد صاحبنا هنا امه تعبت فراح يوديها المستشفى. طب بس العربيه يوديها لحد المستشفى ويرجع. انا مالي؟ هي عربيه نقل موتى؟ ايوه بس حضرتك يعني ما فيهاش حاجه يعني ده بيتين وجاي. هو انت بتتصرف في العربيه من غير ما تقول لي؟ يا عم طب الراحه يا عم، هو بيعمل ده بيعمل هو راح يتفسح ده راح بيودي واحده. انا مالي؟ ايوه مالك ايه بس يا باشا، انت برضه يعني انت لو مكانها هتعمل كده يا باشا. يا باشا انا اعمل كده في عربيتي مش انت اللي تعمل. ايوه حبيبي بتتصرف في العربيه ليه؟ يا حبيب قلبي بقى عربيتك برضه زي عربيتنا يعني. لا مش عربيتك. ايوه حبيبي بس طول بالك، دي وستي عيانه ومستشفى وكده يعني. يا باشا ما انا بقول لك هي دي عربيه نقل موتى. انا مالي؟ يا رب يسوقهم يا رب يسوقهم. اهو فين يا ده كريم؟ يا معلم دلوقتي إيه؟ محمود واحنا ماشيين فبت كبست علينا فاحنا طبعا جايين عشان نفاديها. ايوه ايوه يا معلم جميله جميل. احنا لازقين في شجره، الموتور طار بالنص الاولاني، العربيه ولعت. ايه العربيه ولعت يا معلم؟ عربيه مين اللي ولعت؟ العربيه ولعت. انهي زفت على دماغ امك اللي بتقوله؟ عربية ايه؟ تغلط في امي انت تعرفه عشان تغلط في امي. يا عم خلص بقى عشان ما تدكش على وش امك. انت ايه؟ صاحب العربية. صاحب العربية؟ مين؟ العربية عشان اقسم بالله هجيب المباحث انت عارف العربية دي عليها قصة. انت احنا ماشيين اهلك يا باشا. فين العربية؟ فين العربية؟ فين العربية؟ انت فين العربية؟ خلص بقى يا باشا خلصوا. نص ساعة ساعة الا ربع بالكتير. الراجل قال ساعة الا ربع بالكتير. انت بتطلبي كتير. وبعدين انا بقول لك يا اخويا هما 200 جنيه كتير في الزمن ده. ربنا يسهل. سهل مأموريتك. افتح له الباب من جوه، الراجل شكله قافل بيبان. يا محمود قال لي ساعة الا ربع انت وكريم. ماشي. العربية فين؟ اهلا يا باشا. بص يا باشا، اصل احنا عندنا البت جمالات اخت محمود اللي بيشتغل معايا هنا، عايزه تروح للكوافير عشان فرحها عبال عندك النهارده، فاحنا ايه اديتهم يعني العربيه هيودوها للكوافير وراجعين على طول. وانا مالي بالكوافير ومالي بالعروس؟ انا عايز عربيتي. عربيتي فين يا باشا؟ ده ديت خير، ده انا خليتك تشارك في خير. يعني البت جمالات تروح على رجليها للكوافير؟ ايه انت بتستهبلي؟ انا بستهبل ليه يا باشا؟ انا بعمل خير. يعني ايه المشكله يعني؟ يعني مالي بالخير ومش بالخير؟ انا عايز عربيتي انا. حضرتك بدل ما تطبق ايديك كده في 5 جنيه وتديها لاي حد، انا خليتك تعمل خير كده لوجه الله. انت هبله ولا بتستهبلي ولا ايه؟ فين العربيه؟ ايه هبله دي يا باشا؟ انا معلمه وقد الدنيا يا باشا. هبله كده ايه يا باشا؟ انت مش عاجبك المعلمه اللي قدامك ولا ايه؟ فين عربيتي يا باشا؟ قلت لك العربيه جايه، العيال جايين دلوقتي. يلا هات العربيه دلوقتي. ماشي يا باشا خلاص بالراحه، ما تزعقش يعني. لا ده استهبال ده. انا ست مش قليله. الحقيقه معلمه حصل مصيبه. هي منك هي وش المصايب. رايحين نوصل العروسه الخوافير انا ومحمود. تمام. واحنا راجعين بقى عملنا حادثه كبيره قوي. هرس والعربيه اتدشدشت والموتور طار ودي ولعت قدام عينينا. ومحمود فين؟ الحكومه خدته عشان البيع ما هوش رخص. يا نهار اسود. عربيه مين؟ عربيه مين؟ لازم تقول قدامه. عربية مين يا ابني؟ انت عارف ده مين؟ ده مين ده؟ ده صاحب العربية. انت اللي خدت العربية؟ يا لهوي يا لهوي. معلمة ايه يا عم؟ مش شايفني مندمجة؟ مش شايفني عمال اقول الدلة على كيفك؟ ايه يا عم بتقطع حل افكاري ليه؟ ايه وانت قاعدة مكان التاكسي؟ التاكسي كان هنا. تاكسي مين يا عم؟ انا شفتك قبل كده. ده انا مديك المفتاح من نص ساعة بالظبط. انت هتلبسني تهمة ايه؟ انت اديتني انا مفتاح؟ ايه ده؟ امال اديت لي مين؟ يا لهوي لا مؤاخذة. ايه؟ اصلها راحت مني. انا افتكرتك انت بتاع التاكسي اللي اديتهولي باماره. ما قلت لي ايه؟ قلت لك سيب لي المفتاح علشان صف تاني صح؟ انا بقى بالصلاه على النبي عملت لك بيه مصلحه كده. مصلحه ايه؟ فين التاكسي؟ البت حلاوتهم اخت محمود. حلاوتهم منهم ولا بيت مين؟ انا هزفها. ده دافع جوز ميات. انا 100 وانت 100. فين التاكسي يا عم؟ زمانهم جايين دلوقتي يا ست. انا عاوزه دلوقتي. هتاخد 100 مش بدل ما انت كنت مطلع ولا 100 ولا 200؟ ده التاكسي بتاع مين؟ ولا 100 ولا 1000. ده باين عليها مجنون. يا ست فين التاب؟ يا ريتك بتاعت العامل فرح. الحقيقة يا معلمة. ايه يا منك؟ مصيبة حصلت. ايه الخير يا وش المصايب؟ انا ومحمود. هو ده محمود؟
انا ومحمود صاحبي. ايوه محمود اللي كان معاك من الكوافير عشان الفرح. قلنا برضو نقيس، رحنا بنت كسرت علينا قلنا نفديها، بس البنت زي القمر. العربيه دخلت في شجره، النص الاولاني طار والموتور، العربيه ولعت، العربيه ولعت يا معلمة. وفين محمود يا ولا؟ محمود العربيه خدته عشان ما هوش رخص. محمود خدته التاكسي بتاعه ولا بتاع مين؟ انت بتاع مين هو؟ وانت مين؟ انا اللي مين؟ انت مين يا باشا؟ انت مين؟ انت بتاع التاكسي. انت لازم تقول قدامه ده سواق التاكسي. انت تاكسي انت بتروح عم انت. اقول لك اقول لك والنبي 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 اقول لك بالك علينا. انت ده مصطوب. اقول لك اجيب لك تاكسي تاني. اخر شهاوة اخر شهاوة اخر شهاوة. شفت بقى لما سلفت عربيتك اللي هي مش عربيتك حصل فيها ايه؟ يا جماعة ما حدش يتصرف في حاجة مش ملكه، دي امانة. لو سبت عربيتي عندك المفروض ان انت تكون امين عليها. انه شفتوا اللي حصل في العربية؟ اكيد شفتوه. يعني يا صعبان عليا قوي صاحب العربية بصراحة. يعني يلا مش مهم، عقبال كل حادثة ان شاء الله. ادي احنا شفنا اللي حصل له في آخر شقاوة.